القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب يا أعلن مرصد الحرية للدفاع عن المرأة عن مقتل سبعة نساء وعدد من الأطفال بالمدينة القديمة في المواصل شمال العراق وذكر المرصد في بيان له أن العصابات الإجرامية المتمثلة بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي قامت بقتل سبعة نساء مع عدد من الاطفال امام انظار المواطنين في منطقه سوق السجخانه في المدينه القديمه في الساحل الايمن من مدينه المواصل واضاف البيان ان النساء رفضا سياسه واحكام عصبات تنظيم الدوله الاسلاميه ومعاشر العناصر الارهابيه لافتا الى ان الارهابيين فرضوا على المواطنين بعد الحادثه قوانين جديده واقامه جبريه لمنعهم من الخروج والهروب من المدينه باتجاه القوات الامنيه ودعا المرصد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للاستعداد للتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية النساء مع قرب إعلان الحكومة عن تحرير مدينة المواصل من سيطرة الإرهابيين إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك صوت الشعب